السلام عليكم عبد الله. اليوم في الفيديو هذا يعني حنخش على موقع كاتب ونحاول نفهم من قصة نجاح، نستفيد منها ونعرف أصل الحكاية من فين، تمام، بحيث يكون سهل على الأشخاص اللي هم موجودين في ريادة الأعمال، في التطوير، في التسويق، يستشف ويستفيد من التجربة هذه، لأنه التجارب الناجحة هي الأولى بدراستها من الجانب النظري والعملي. أنت تأخذ شيء ناجح وبعدين تبدأ تكون نموذج على هذا الأساس. فكاتب هو موقع لكتابة المحتوى ويعتبر فريد ومن أول المواقع على مستوى الشرق الأوسط أنه يخرج موقع بيدعم بشكل كامل الـ AI وبميزات جدا جميلة. أنا سايب في الوصف في فيديو لشرح كامل عن مزايا البرنامج، ولكن أنا هتكلم الآن فقط عن الجانب الفني والإداري في أو قصة النجاح، نحاول نستشفها قدر الإمكان. طيب، لو رحت على موقع كاتب هتحصل في آخر الصفحة هتحصل فريق العمل، تمام، فريق العمل المؤسسين أحمد عزت عبد العزيز محمد، تمام، وحنشوف كل واحد الآن. هذا أحمد عزت الآن، لاحظ أنه هو هنا اللي كتب عن نفسه على مدار 9 سنوات. شوف، مش في بعض الناس بيتوقع أنه والله النجاح يعني خدني جيتك، لا، هي حصيلة خبرة. 9 سنوات كنت أعمل جاد لحل تطوير تسويق سوق صناعة المحتوى العربي ودفعه نحو الأفضل. يعني هو شوف مركز على في جانب واحد، المحتوى العربي، تمام، صناعة المحتوى، يعني تخصص 9 سنين في صناعة المحتوى. مين هذا؟ أحمد عزت. نشوف مين أحمد عزت. هذا أحمد عزت، هذه صفحته في اللينكدين، تمام. هو ايش بيقول عن نفسه؟ هو ريادي اعمال و متخصص في النمو الطبيعي، اورجانيك، تمام، ممتاز. نشوف خبرته، هو كان فين؟ شوف، هو عنده اشتغل في اكثر من 12 وظيفة، يعني بدأت من بيزات. هو النجاح اللي وصل له هنا يبدأ من هنا، 2014 هو بدأ هنا. هذه كلها فين؟ فين مكانها؟ خلينا ناخذ بيزات مثلا. هذه بيزات في الرياض، تمام، بيزات شركة في الرياض. طيب، نجي اللي بعدها، فريلانس، رحلاتك. فين مكانها هذا؟ شوف مكانها. ليش المكان يعني مهم؟ لأنه الحاضنة اللي هي خرجت المشروع هي اللي بتجذب الاستثمار. الإسكندرية فين هذه؟ هذا في أمريكا تقريبا، صح؟ أمريكا؟ لا، هذا في تركيا، أوكي، تمام؟ فهو كان في الرياض وكان في تركيا برضو،
تدرج يعني. ممكن انا حسيب المجال لك لازم تخش على كل شركه تشوفوا ايش كان دوره وإيش. ليش؟ لان كل شركه هي عشان قامت في خدمات متاحه في البلد، تمام، خدمات التمويل، خدمات التأسيس، البنية التحتية اللي موجودة كلها استفاد منها، تمام، استفادت منها المؤسسة وبعدين وظفت هذا الشخص اللي هو أخذ اكسبوجر، أخذ تجربة وشاف، شاف الدنيا كيف بتمشي، تمام. يعني في فرق بين انك انت تعطي دعايه لواحد عن سياره بي ام دبليو، وفي فرق بين انك تجيب شخص وتركب السياره وتعطيه المفتاح وتقول له تفضل سوقها، تمام. الاحساس يكون مختلف، تمام. مين هو اللي يسوق سياره بي ام دبليو؟ مش الزبون بس، لا، المسوق، المطور، الانسان، اي يعني الشخص اللي قريب من الصناعه هو برضه بيسوق فيها، ناهيك ان الشخص اللي بيصنعها هو عارف تفاصيلها بشكل كامل. فهمت علي؟ فالتجربة مهمة، تجربة مهمة عشان يكون عنده تصور واحساس سليم، مش احساس وهمي، يكون في تجربة واحساس سليم. فانت شفت يعني شخص من 2014 لحد 21، التنقل هذا 12 وظيفة وفي دول مختلفة، تمام. يعطيك ايش؟ يعطيك انه هذا الشخص هو بمعنى الكلمة ريادي اعمال. هذا هو ريادي الاعمال. ريادي الاعمال هو ما يستقر الا لما يبحث على الشيء اللي يمثله هو، تمام، حصيلة للتجارب اللي هو عاشها. اذا تبغى تسأل مين ريادي الاعمال، هذا هو نموذج لريادي الاعمال. اليوم السوق في أي مجال يحتاج أشخاص زي أحمد عزت. طيب نرجع ثاني مرة، لو في شخص هو الأساس في نجاح المشروع فهو أحمد عزت. بس النجاح نوعين، في نجاح صناعة، في نجاح قيادة. هو نجاح القيادة هو نجاحها، بس أكيد الصناعة كمان ليها دور وحنرجع لها. عبد العزيز محمد، انا بعرفه، اثنين بعرفه، بس انا اقيم بناء على ايه؟ على تجربتي. طيب خلينا نشوف هو ايش بيقول. على مدار 15 سنة، يعني 9 سنين 15 سنة، تعدى 15 25 24 سنة، الشركة دائما تجمع انت حصيلة الخبرات حق القيادة، حيكون عندك التوتل. 15 عاما عملت على تأسيس عشرات المواقع، تأسيس عشرات المواقع، يعني هو اشتغل في تأسيس المواقع. هنا صناعة المحتوى، وهنا تأسيس. هذه أهم كلمتين موجودة في الموضوع، الباقي كله تفاصيل. ومساعدة كبرى الشركات العربية تسويقيا، يعني هو شخص هنا ريادي وهنا مسوق، يعني الجانب الإداري والجانب التسويقي، هذه الدراعين. لحد الآن ما تكلمنا في التطوير، عشان اللي يجي يقول لك والله لا البرمجة أهم حاجة، البرمجة مش أهم حاجة، التطوير مش أهم، المنتج مش أهم شيء. والدليل على كذا أنه أكثر المنتجات الرائجة هي مش أفضل منتج. أنت اليوم ممكن تنزل بقالة تشتري أندومي، أندومي أكثر شيء منتشر ولكن مش أفضل منتج. كل ما كان المنتج جودته عالية كل ما كان غالي وغير قابل للتسويق وغير قابل للبيع، تمام. لكن نجاح المنتج في الترويج هو يأتي لمسألة ايش؟ لمسألة انه نجح اداريا وتسويقيا،
وبمواصفات المنتج هذا يكون قابل يعني انه هو ينجح. يعني في مواصفات يضعها الريادي ويضعها المسوق عشان تتناسب مع التكلفة والسعر البيع النهائي، لأنه هذا كله بيأثر. تمام. في كاتب أضع خبراتي لتطوير صناعة المحتوى، تاني مرة شو كيف؟ هنا صناعة المحتوى وهنا صناعة المحتوى. خلاص؟ بس هنا إيه؟ في تأسيس عشرات المواقع. أما هنا تطوير سوق صناعة المحتوى. يعني هو بيتعامل هو مع المجال، هنا بيتعامل مع المجال. يعني هو بيتعامل مع المجال. هنا بيتعامل مع التسويق. تمام؟ بيدعم هذا المجال بالتسويق أساس صناعة المحتوى. خلاص؟ طيب نيجي نرجع نشوف إيش الخبرات الموجود فيها. شوف من 2007، من 2007 بدأ مبرمج هنا، شوف في مصر وهنا في الإمارات، كان في الإدارة كوفاوندر، تمام، ممتاز، وبعدين هيد اوف ديجيتال ماركتينج، معناته هنا تسويق، يعني هو بدأ مبرمج، وبعدين كان مؤسس في شركة لمدة كم؟ من 2005 ل 2011، هذه هنا كم سنة؟ هنا سنة واحدة. طيب هنا من 2005 لحد 2011 كم سنة؟ 5 6 سنوات. نيجي لهنا 2011 ل 2014، هذه في السعودية والإمارات، تمام، حوالي 3 سنوات. إيش كان؟ كان هيد اوف ديجيتال ماركتنج، يعني في التسويق الالكتروني، تمام، وهذه من ضمن المشاريع اللي اشتغلوا فيها. تمام. لو جينا رجعنا ل بشكل سريع بس عشان ايه؟ عشان يعرفوا بيعرفوا بعض ازاي. احمد عزت هنا شوف بيزات 2014، وهنا بيزات كان عميل، تمام، كان عميل عند لما كان شغال في التسويق الالكتروني. بالتالي احمد استفاد من خدمات ايش؟ خدمات التسويق، وبالتالي هنا بدأت الحكاية لما كان هنا في الهيد الديجيتال ماركتنج، وهناك كان بيزات. ايش كان في بيزات؟ لازم سيرش انجن اوبتمايزر. شوف اثنينهم كانوا شغالين في الماركتنج، هذا اس اي او، والثاني كان الهيد، تمام. طيب نيجي نطلع شويه كمان ديجيتال ماركتنج ليد. شوف الان بدا، يعني هو شخص دخل في البرمجه ولكن تخصص في التسويق الالكتروني، واشتغل في مشاريع كثيره يعني زي ما انت شايف، تمام. ارجع للتفاصيل بعدين، انت ممكن تخش عليها واحده واحده. هيد اوف ديجيتال ماركتنج برضه في التسويق الالكتروني، تمام. يعني خلينا ناخذ التسويق الالكتروني، هو بدأ متى؟ خلينا نقول هنا في الإدارة، هو من 2014 إلى هنا لحد الآن، وهو فقط في ال طيب هندرج فيها واحدة ديجيتال ماركتنج هنا او الاكس هنا، اوكي تمام. طيب هنا سنة واحدة ديجيتال ماركتنج ليد، وبعدين هيد اوف ديجيتال ماركتنج الشرق الاوسط في امازون، وهنا اتوقع هذه النقلة اللي هي ايه؟ اللي هي فتحت عينه. ليش؟ دائما الاكسبوجر،
والتجربة هي اللي بتعكس إيمان الشخص. يعني لما يكون الشخص اللي جرب غير الشخص اللي سمع، غير الشخص اللي شاف دعاية، لكن اللي first hand experience هي اللي بتفرق مع الشخص. تمام؟ فأتوقع من 2015 ل 2018 هي اللي صنعت أو توجت سابق الخبرات. تمام؟ وكمان دخل في عمار، شوف لاحظ المشاريع هذه كلها فين؟ الإمارات، الإمارات. تمام؟ الإمارات. تمام؟ اتشكل هو هنا. تمام؟ أخيراً اكسب دايركتور اوف كوفد. طب هو كان في امازون، ليش خرج؟ ليش خرج؟ ما كان في امازون كويس، ليش خرج؟ تمام. وراح لعمار، طب ليش ترك عمار وخرج؟ انت تبغى شخص زي هذا، شخص اللي هو ايه؟ اللي يبغى يعمل حاجه له، مش والله حصل وظيفه وقال لك خلاص انا كويس وكله تمام وزي الفل. لا، هو طلع لشركة أقل، إعمار وأمازون لشركات ضخمة، هو طلع لشركة أقل، D360 Bank، مش عارف هذه شركة فاوندد أوفر، نشوف D360 Bank هذه إيش هي، شوف الشركة هذه، أنا زي ما قلت لك أنا دوبي داخل يعني ما شفت أي حاجة. هذا بنك في الرياض، شوف Digital bank that aims to provide the best financial experience for everyone in the kingdom. Digital bank. Oh. طب هذه إذا كانت في الرياض وديجيتال بانك معناته مؤسسة جديدة يعني، ولكن طموحة. تمام؟ مؤسسة جديدة لكن طموحة. طب هو في البنك موجود وبرضه كمان في المشروع هذاك موجود، فشيء داخل مع بعض. كورو أخذ المغامرة من يطلع من عمار ويخش في شركة جديدة، هذه برضو يعني شيء ممتاز. طيب السؤال الآن، إذا كان هذا الشخص مسوق وهذا الشخص ريادي أعمال، طبعا أنا أتوقع أنه عبد العزيز محمد هو عنده خبرة الأعلى من أحمد عزت. أحمد عزت هو كان يعني الشخص اللي عمل أكتيفيشن لهذا، لكن مين اللي طور هذا الشيء مش واضح. تمام، خلينا نرجع ليه. هو طبعا في الاحرى انه ما حيقول لك حتى مين اللي طور، فريق العمل حيكون ايه، ما حيكون ظاهر. هنرجع لاحمد عزت ونشوف صفحه الشركه، يجي نخش على الصفحة حق هاتم ونشوف الموظفين مين فريق العمل. لاحظ انه مين الثاني اسمه عبد العزيز مش موجود من ضمن فريق العمل، ولكن من ضمن المؤسسين. خلاص، واتوقع انه الجانب التمويلي كمان كان من هناك لانه شغال في الشركه اللي هي البنكيه. كويس، نيجي لي هنا بزنس ديفلوبر سيرش اوبتمايزيشن سولو انتربرينور، هذا هو الليد او الليدر. ما في ولا واحد مبرمج الا هذا اللي هو مروان البوشي. مروان البوشي كم خبرته؟ 24 لا مش التولز، لا اتكلم عن الخبرة، فين راح سكيلز. شوف ما اشتغل الا مرتين، مرة في 21 ومرة في 2013. اوكي، من 2013 إلى الآن شغال Chief Executive في yourcloud.net. طيب خلينا نشوف yourcloud.net هذه مين. شوف الـ employees people
طيب نخش الموقع نشوف الشركة. Your color. شوف إلى الآن نحن ما تكلمنا في الجانب التطوير، نحن نتكلم عن إدارة وتسويق. إيش اللي نجح المشروع؟ إدارة تسويق. التمويل من فين جاء؟ جاء من الاتجاهين، والعلاقات اللي موجودة، من الريسورسز اللي موجودة. فالتمويل والإدارة والتسويق خلاص موجود. العامل الأساسي في الموضوع اللي هو الأدوات التول، هذا بعدين. تمام، شوف هذا الموقع اللي هو يور كولد ابديت. تمام، طيب عن الشركة الخدمات، خدمات التصميم. طيب إذا كان من ضمن أعمالهم كاتب كانوا ينزلوها بس ما نزلوها. تمام، طيب انا راح اتواصل معهم، هشوف ايش المتاح، ابى اوصل واعرف مين اللي طور كاتب. باب هذه المعلومه الى الان مش موجوده.